هاي شيف. هاي ملك، كيفك اليوم؟ مشكور الله. شو محضرنا اليوم من المطابخ العربية الأصيلة؟ اليوم المغرب اللي هو كمان من المطابخ العريقة كتير ومشهورة كتير بالعالم، تقريبا من أول بلاد بالمغرب العربي اللي شهروا حالهم دوليا من خلال أول شيء سفرهم، بيسافروا كتير العالم اللي عشت عندهم فأكلهم طيب. اليوم حنعمل طبخات، نعمل ثلاث طبخات. واحدة حلوة اللي هي محنشة، سموها محنشة. محنشة، محنشة من كلمة حية، الحنش تبع الحية. ايه هيدا اللي كنت عم فكر فيه. 100% لأنه بتنلف مثل مثل الحية. بعدين حنعمل باستيلا دجاج، هي عادة تتعامل بالحمام، حنعملها بدجاج. بالمغربي بساطل، أما باستيلا هي تيجي كمان بورق البريك الرقاق، وهذه كثير مشهورة، ما بتلاقي مطعم مغربي بالعالم ما بيعملها. اللي هي فيها دجاج لانه كمان فيها سكر ولوز وبيض وقرفه، حلو. فحلوه على على طعمها على, على مال حياه. بحطوا فيها تلك حمام، رح نعملها بس بالدجاج، وحنعمل دجاج بالقدره. دجاج بالقدره يعني بالقدره يعني يخنه. ايوه طنجره، حنعمل يخنه 100% يخنه دجاج. هلا اللي حنبلش فيه، حناخذ فروج كامل اول شيء، نقطعه شقفتين. حنعمل الفخاد بالقدره لانه أقسم وانكا. هنعمل صدر الدجاج للباستية. اوكي. انا صرت شيف، يعني اعرف كيف بغسلوا الدجاج مزبوط، كيف بغسلوا بحطوها بالثلاجة. يلا بدك سمع لك الدرس كالعادة. انا متأكد انه تعلمتي ولا بعدنا مطرح ما نحن. لا لا، بجيب الدجاجة بتأكد انه ما في شيء بقلبها من جوا. اوكي، بس كيف بتعرفي انه طازه الدجاجه؟ اما منيحه اما مش غبانه؟ من ريحتها، من لونها. لونها ثاني شيء، ممكن يكون لونها حلو وريحتها حلوه. من داخلها بتشوف الدم منه مجمد، بعضه احمر. ايه. وفي بعد اهم شيء بالدجاجه تحت الجانح من هون، ندقق بايدنا هيك. اذا كان عم بتدبق يعني خلص وصلت على النهايه. فدغري بنشيلها. هيدي صراحة أول مرة بعرف. ايه هذا بس معروف بالمطابخ. بعملها فحص يعني للدجاج. ايه بس هيك، بس إذا عملتي إيدك هيك هون، أول شيء بنشوف نحن هون، إذا كان بلش عم تعطي مثل صمغ بسموه، يعني خلص وصلت على مرحلة النهاية. يعني غير صارحة للأكل نهائياً. يعني تسمم. اه. فهيك هيدي طريقة بنعرف فيها. اللي حنعمل هلا، حناخذ الفخاد. ايه لكن لا كفي لك. ايه. بغسل الدجاج منيح، اكيد بتاكد شو في بداخله كمان من جوا. كنت قبل شو اعمل؟ ادهنه بحمض وملح. لا هلا بطلت. ليه؟ لانه قلت لي انه الحمض يعني حيغير لونه. ايه حيغير لونه وما منيح لنجلده نحط يعني بال 100%. سو بس قبل ما نستعمله في الدجاجه ونجلدها. ايه فبس نغسلها منيح، نتاكد انها نظيفه، وفرزها انه لحسب حاجاتي، انه قد ايه انا مثلا بطبخ بالبيت بالنهار، فرز كل قطعه بقطعه. بعدين ما تنسي اذا انت اليوم عم تعمل دجاج وحطيتي له حامض وملح، هل كل الدجاج هو اللي عم تعمله؟ اذا بنعمل طبخه فرنسويه بحطوا له دجاج وحامض، اما توم مش كل الاكل بيشبه طعم طعم بعضه. المهم الغسيل بمي بارده يكون الدجاج طازه. مزبوط، اهم شيء كمان الغسيل بمي بارده، لانه اذا بمي سخنه بتحس انه الدجاج بلش يستوي يتغير لونه كمان. 100%. بس انا يا شيف كل شيء بطبخه بس بحامض وتوم كله. تعلمي شيء جديد. لشو الوصفات الجديده كلها عم بعلمك اياها؟ بعد بتعطيني صينيه؟ طب بالتوم يا شيف تعامل. تفضل. حناخذ هلا زيت. ملح. على الزيت. ايه شوية توميريك. هيدي كأنه عم نعمل نقعة. 100%. قرفة. وما عم بنقع الدجاج وتلجهم. لا 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 لا، هيدا ما ندغي نستعملها. هيدي كمان انت علمتني اياها. 100%. شوية بهار ابيض. يعني فعلا انه يعني فعلا شايف انه يعني مثلا انا تعلمت هدول الاشياء من الوالدة. ايه؟ وحتى في كثير مثلا من الصبايا وستات البيوت كمان توارثوا هالاشياء من اهلهم. 100%. بس مثلا امرار بتحس انه طعمة الدجاجة غير، لونها غير. لا هلا يعني عم نتعلم اشياء جديدة، ومثلي مثلي انا انه ما بعرف هالاخبار الجديدة، وكمان في كثير سيدات عم تستفيد من الموضوع. 100%. هي القصة بس بنقدر نقول يعني شو الفرق بين الشاف أي شخص تاني، مش لأنه بس شاف بيعرف إنه بيطبخ أحسن أنا ما أكله أطيب. الفرق الوحيد وال يعني بعتبره أنا أكثر شيء هو مهم، إنه الشاف بيعرف تفاعل المواد مع السخن، تفاعل المواد مع النقعة،
اذا حطينا هيدي الشغله هلا عليهم شو حيصير فيهم بعد نص ساعه، السكر شو بيعمل، ملح شو بيعمل، فهيدا اكيد من المطالعه. ست اجدادنا بيعرفوها بالخبره بالفطره صارت بعدين لانه اكيد صار تجارب هيك اذا عملناها زبطت ما زبطت. لهلا بعد في شيء فيه بالعالم كله ما بتخترعش جديد، نجرب ممكن تزبط ممكن لا، بيطوروا الاشياء 100%. هلا حنشيل هو من هون، حفوت الدجاج على الفرن. اوكي